نحن أقمنا بالوكالة السورية للإنقاذ حفلة احتفالية عيد الأم، هي تحت عنوان ست الحبايب. أقمنا هاي الفعالية حتى نحتفل بعيد الأم بعيدة ونكرم أم الشهداء، وحتى يكون الأبناء موجودين مع أمهاتهم حتى يقدموا لهم هن الهدية، حتى كمان نرسم البسمة على وجوه الأمهات لأنه هذا هدفنا من الاحتفالية. ماما بالنسبة لي هي روحي، وأنا اليوم قدمت لها غنية ست الحبايب لأنه بالفعل هي ست الحبايب، وماما يعني لو أعطيها أنا عمري كله ما بحسن أعمل اللي عملت لي إياه لي وأنا صغيرة يعني. ما حدا قد الأم بيتحمل الولاد بسلبياته وإيجابياته ومشاكله وبيرجع بحبه قد الأم. الأم هي وطن، والوطن هو الأم، اللي بيحتوي الواحد بكل ما يحوي بكل شيء. الأم بتريد يكون عندها أولادها حواليها يهنوها يفوتوا عليها عبيتها. نحن بالغربة يعني ماني مبسوطة، بدي لك مبسوطة لا، وبريد يسقط بشار لأنه هو بشار روح لي أولادي وروح لي جوزي وروح لي عمري. ما بنبسط غير إذا كنت ببيتي وببلدي بوطني. نعم الأنيس ونعم القرين، وخير أنيس في دار الغربة واللجوء هي الأم التي يحتفلون لأجلها هنا ولأجل منحها بسمة. هي الخير لكل عام، هي ست الحبايب. زكليت بي أورينت نيوز، مدينة أنطاكيا، تركيا.